هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي المتزوجة فقيرة كذلك أمر أخي؟ والله يعني شوفوا المتزوجة المسؤول عنها زوجها، هو الذي يصرف عليها، أنت مو مسؤول عنها. لكن أنا ودي يعني ذكرت هذا الكلام قبل هالمرة، ودي أن نرقى بأخلاقنا، نرقى بأخلاقنا. عيب أعطي زكاتي لأختي، عيب أعطي زكاتي لأخي، عيب. يعني أنا لما أعطي زكاتي، زكاتي أوساخ المال، أنا أكرم أخي عن أوساخ المال، أكرم أختي عن أوساخ المال. أنا زكاتي 2.5%، يعني إذا عندي 10,000 زكاتي 250، إذا زكاتي 250 يعني عندي كم؟ عندي 9,750. يا أخي عط أختك 1000، زوجتك قاعد تعطيها وتسفرها وتوديها وتشتري لها، وأختك، أختك أهم من زوجتك. زوجتك باكر تطلقها تتغطى عنك تروح تزوج غيرك ولا تدري عنك، أختك أهم من زوجتك، أخوك أهم من عيالك. فهذه أنا أتصور هذه من قطيعة الرحم، قطع الرحم، أن الإنسان يعطي أخاه من زكاته أو يعطي أخته من زكاته، لا يليق، عيب أن الإنسان يعطي أخاه من زكاته. عطى من حر مالك، تصور لو أنت مكانه وجيك يعطيك من الزكاة وأنت تدري عنده ملايين أو عنده مئات الآلاف أو عشرات الآلاف، ويقط عليك 200 دينار ولا 300 دينار، شو يصير بحالك؟